التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بالعاصمة السعودية الرياض يوم الخميس سعادة تيكول كواك سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى اليمن. واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في بلادنا وجهود إحلال إنهاء الحرب وإحلال السلام وتمرد الميليشيات الحوثية الإرهابية وتعنتها ورفضها لمبادرات السلام ولجوئها للتصعيد العسكري. وأشاد النائب الزبيدي في اللقاء بموقف كوريا الجنوبية الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة مثنيا على الدعم الكوري الكبير للجانب الإنساني في بلادنا معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلادنا وجمهورية كوريا في المجالات كافة. من جانبه أكد السفير كواك موقف حكومة بلاده الداعم للشرعية المعترف بها دوليا في بلادنا ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا.